صدق أو لا تصدق، درجة حموضة الكولا مساوية لدرجة حموضة الخل البي اتش تقريبا 2.5. شلون نقدر نشرب كولا ما نقدر نشرب خل؟ الإجابة أن الكولا فيه 8.5 ملعقة من السكر، حلاوة شديدة تعادل الحموضة. عرفته وشنو حق؟ ترى غلط نقول أن 7-Up أحسن من البيبسي، الصح نقول أن البيبسي أسوأ من 7-Up، لأن البيبسي فيه صبغة الكراميل وفيه حمض الفسفوريك اللي خرب الأسنان والعظام. نصيحتي خلوهم يولون، شربوا ماء وعصير طازج أحسن. تشرب دايت كوك عشان ما في سكر، كلام صحيح 100%، الدايت ما في سكر، بس الدايت في محلل صناعي احلى من السكر بوايد، فجسمك يطلع وايد انسولين، وهالوايد انسولين على مدى بعيد يمتنونك، فكنك ما سويت شيء. 1 2 3 4 5 6 7 بربكان الرمان في 7 ملاعق سكر، صدقني ما تبي تدخلها بجسمك كل يوم، عشان كذي هالمنتج شرير. منو منكم يحب عصير راني ولا الربيع ولا سانتوب؟ شفتوا العصائر هذه؟ ترى 10% عصير و90% ماء وسكر، يعني كجدي بالنسبه لهم شريف روما. منو منكم يحب عصير المانجا هذا حبيبي الملايين؟ بقول لكم اليوم ان هذا مو عصير مانجا، هذا نكتار المانجا. وش الفرق بين العصير والنكتار؟ الفرق ان النكتار 70% منه ماء وسكر و30% مانجا، يعني ها ريحه مانجا. في بعض الناس يضايقون من الحليب، يضايقون يعني لما يشربونه يتفخ عندهم القولون ويصير معهم غازات. الحل بسيط، هذا حليب اسمه حليب خالي اللاكتوز، هو حليب عادي بس شالوا منه مادة اللاكتوز اللي ممكن تسبب المشاكل الهضمية عند البعض. البعض يحط كحل بعين الياهل توه مولود، وهذا شيء وايد غلط. ليش؟ لأن الكحل فيه مادة الرصاص، والرصاص مادة سامة وضارة للعين، ممكن حتى تعميه، عشان كذي لا تحط ولا ترضى أحد يحط كحل بعين طفلك اللي توه مولود. البخور او المعمول او الياوي او ايا كان، هو صح ريحته حلوه ترى، بس هو عباره عن ابخره واحماض سامه، ما ننصح احد يتعرض مباشره له بهالطريقه، او حركه الشماغ والعبايه اللي تسوونها. تبون بخر الغرفه او بخر الهدوء؟